كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بدأ شهر الحج، أيام كده عظيمة وفضلها كبير ومباركة. بدأت العيون والقلوب تتعلق بمناسك الحج، بالكعبة الشريفة. المناسبات الدينية في مصر كده ليها طعم مختلف، طعم شعبي ونكهة مصرية جميلة جدا بالابتهالات والإنشاد. لو مشينا كده في حارتنا هنلاقي على الجدران والحيطان رسوم حلوة جدا بنكتبها دايما الأهالي. أي حد يكون في أي بيت طالع يحج بنشوف رسم الكعبة والورد والأدعية الحلوة الجميلة، حج مبرور وذنب مغفور. كده في مناسبة دينية بطعم ونكهة شعبية مصرية جدا، أهم حاجة فيها الابتهال والموال والأغنية. طبعا احنا النهارده بنحتفل ومعانا الفنان والمنشد عبد الرحمن بلاله اللي هيقدم لنا النهارده فاصل استثنائي ومميز من الاناشيد الدينيه كعادته، اللي احنا بنسعد جدا بوجوده معانا. فصباح الخير يا مصر، منورنا ومشرفنا. صباح الورد. كل سنه وانتم طيبين. صباح طيب. صباح السلامه حبيبي. انا مش عايزه اسال، انا عايزه ابتدي على طول نبتدي بحاجه وبعدين نبتدي نتكلم. يا ربي لأجل النبي والبيت وعمره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره. يا ربي لأجل الحبيب النبي والبيت وعماره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل من قال أنا مشتاق لأنواره يسعد بمكة ومنى ويصلي بجواره ويعود لأجله بخير والنفس مسرورة بحجة مبرورة وتسهل له مشواره. أنوار وزينة على المينا زفوا السفينة رايحة المدينة تودينا لديار نبينا. نادى المنادي المجهادي والجو هادي عازم وناوي السنادي والبيت مرادي. بعد اعتمادي على الهادي سايب بلادي وحملت زادي وزوادي لديار نبينا. من جدة للحرم الغالي طالعين طوالي النور جلالي وبلالي في البيت قبالي باللب بالصوت العالي مولى الموالي ارتاح فؤادي ورقبالي في ديار نبينا. في الكعبة طفنا وصلينا والنور علينا وعلى جبل عرفة جينا لله دعينا وبين الصفا والمروة رحنا وسعينا ورجمنا إبليس في إيدينا في ديار نبينا. يا رب اكرم ضيوف النبي. قلوب كده ترفرف يعني الكلام والاناشيد والابتهالات تخلينا كده يعني مشتاقين ان احنا نروح ونزور. لو هي رحله من اجمل رحلات الدنيا رحله الحج رحله في العمر. اه طب هو ايه بقى سر وجمال الابتهال المصري اللي مرتبط باغاني واناشيد الحج؟ الغنوه اللي انا قلتها دي انا فاكر من زمن لقيت واحده سيده كده في المطار يعني فوق السبعين سنة يعني كنت بوصل والدتي ولقيتها بقى انت عارف اللي ما كانش فيه زمان بقى فيه لا ريفيرب ولا ايكو ولا دلي ولا الهندسة الصوتية دي فكان بيعملوا بايدهم كده. يعني يا ربي لاجل النبي بص بتستخدم
فانا صورت الشغل ده، خدته من الحاجات دي، تعتبر حاجات ايه بعتبرها تراث في الكلور قديم يعني. طب. زي غنوه مثلا، كل الفنانات في غنوه بتاعت رايحه فين يا حجه لازم تتغنى لكل واحده مسافره، يا رايحه فين يا حجه، يا ام شال قطيفه رايحه ازور النبي محمد والكعبه الشريفه، الجو ده يعني. ومهم جدا يعني ايه اللي عارف الفرحه نفسها، مجرد ما بيجيله الخبر ان هو مسافر للحج، يعني انا مش قادر اقول لك، يعني انا كان صعب بالنسبه لي جدا، صعب ان انا اوصف الحاله. يعني انا طول عمري ما كنت اغني مثلا قلبي عشق كل جميل، طول عمري اغنيها عمري ما حسيتها فعلا الا وانا كنت رايح مثلا في طريق للحرم الصبح واشوف الجبال منوره. ما انا على طول بقول مكه وفيها جبال النور تطلع على البيت المعمور، حسيت بجمالها بقى. بس عمري ما حسيتها الا فعلا وانا ماشي، ايه ده الجبال هناك سودة لونها اسود، وفجاه هي مطلعه نور، يعني مش مفيش مثلا عليها سبوتات او اضاءه، لا هي كده منوره سبحان الله يعني. فهي بتبقى رحله الروحانيات فيها بتبتدي من اول ما ربنا سبحانه وتعالى بيكتب لك المشوار يعني. احنا شعب بنحب الفرحه، ولما بنحب نفرح بنعبر باغانينا ونعبر بابتهالاتنا وبنعبر بطريقتنا عن المناسبات. في حاجات بتبقى مشهوره متعودين نسمعها وقت الحج للحجاج وهم رايحين والحجاج وهم راجعين. اكتر حاجه بتطلب منك يا عم عبد الرحمن قبل المروح ووقت الرجوع، تقول لنا امتى وتقول لنا امتى؟ يعني في مثلا يعني في انا في غنوه لسه يعني، دي كلمات الشاعر يوسف طه بيتكلم عن شهر ذو الحجه وبركه شهر ذو الحجه يعني. دي حاجه جديده. دي حاجه جديده. برضو بيتكلم فيها عن الـ عن عن بركه شهر ذو الحجه وعن الـ وعن الـ المناسك يعني. نبتدي بدي قبل بدي ممكن يلا يعني. نبتدي. ذو الحجة ذو الحجة شهر الهنا والحج والإحرام، آخر شهور السنة ومن الأشهر الحرام، شهر الفرح والسعادة، شهر الفرح والسعادة، وحج بيت الله شهر السماح والعبادة، وتضحية لله، يا بخت من التزم، يا بخت من التزم وحجه كان مبرور وعاد من الملتزم وذنبه كان مغفور ونال رضا ربنا وزار بيته المعمور. يا رب ذو الحجة اللي جاي، يا رب ذو الحجة اللي جاي، نحج للبيت الحرام والتوب علينا يا حي من الذنوب والحرام، بحق بركة ذو الحجة اوهب لنا يا كريم حجة، بحق بركة ذو الحجة اوهب لنا يا كريم حجة، واغفر لنا احنا يا كريم على الذنوب ملناش حجة، اوعدنا يا ربي وعدنا بحج بيتك وسعدنا في شهر ذو الحجة المبروك، نور طريقنا وخد ايدنا يا رب تكرم زوارك كل اللي حج وجه زارك، يا رب تكرم زوارك كل اللي حج وجه زارك، من العفو والحج المبرور والتوبة لك واستغفارك، الحمد لك والنعمة لك، الحمد لك والنعمة لك، والملك لا شريك لك، جايين على بابك يا كريم من القلوب لبينا لك، من رابغ احنا احرمنا، من رابغ احنا احرمنا علشان نطوب بحرمنا، يا رب من فرحة لقياك يوم القيامة ما تحرمنا، خدنا المطوف طفينا وبكينا على قبر نبينا، اقبل دعانا يا الله يوم الحساب والطف بينا، سعينا بالصفا والمروة وبئر زمزم لنا مروة،
ومنايا حوض رسول الله بالاخرة لنا يبقى مروى يا ربي بحق بركة ذو الحجة. الجمال ده، ايه الجمال ده؟ انا مش عايز اسال برضه منا اكيد احنا عايزين نسمع، نفضل نسمع كده لاخر الحلقة. شغل رائع جدا وجميل جدا، بس عايز اسالك على حاجة يا عبد الرحمن. مدرسة الإنشاد المصري كده ليها خصوصية، يعني لو اتكلمنا رحنا شرق العالم العربي في المغرب العربي، لا مصر ليها طعم وليها نكهة مختلفة جدا، وفي كده زي ما بيقولوا عمد في الإنشاد الديني والإنشاد الصوفي في مصري بشكل كبير، منهم الشيخ محمد عمران مثلا، وكان ليك علاقة مهمة جدا بالقطب ده، نقدر نقول قطب من أقطاب الإنشاد والابتهال الديني في مصر، كلمنا عنه. عم الشيخ محمد عمران رحمة الله عليه ده يعني ايه، ما لا ليه وصف ولا ليه ذق خالص. يعني هو كان ايه في حته مساحه لوحده كده. امبارح كان عندي ضيف موسيقي شاطر جدا يعني، فجيت سيرت عن الشيخ محمد عمران، فانا ليا تسجيلات كتير قوي كانت بتتنطور كده والناس تشوفوها كده، كانت اعداد خاصه يعني. فانا كان اقرب اتنين ليا كان فضيله الشيخ محمد عمران وعم الشيخ ممدوح عبد الجليل، دي كانت اول فرقه انشاد ديني في دار الاوبرا المصريه. وبعدين عم الشيخ محمد عمران قال غنى يعني، قال انشد يمن هواه اعزه واذلني كيف اسيبه، خلص يعني الدور على الشيخ ممدوح يعني. فابتدى يقول اغنيه حلم بتاع ام كلثوم، فالكلام راح منه. فانا معايا الكاميرا بتاع زمان بتاعت الفيديو الصغيره دي، كان الشريط 45 دقيقه. فيا دوبك انا حطيت الشريط وبكمل الشيخ ممدوح، فلما راح منه الكلام فالشيخ محمد عمران قال له قول بقى يقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله، بقى يقول لي 40 دقيقه الجمله ديت، ده جمله لحنيه هنا وجمله لحنيه هنا ومفيش واحده شبه الثانيه، اشكال مختلفه. الشيخ محمد عمران ما كانش بيبقى حاسب اللي هيتقال ايه، يعني مش حاسب لها، هي كانت بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني يحول التحويله فين او العربه دي فين او كده، دي نفحات بتبقى نفحات ربانيه يعني بتبقى جايه له. اتعلمت منه حاجات كتير قوي. انا صوتي يعتبر فيه اصوات يقول لك ده صوت جبلي، ده صوت نحاسي، ده صوت كده. فانا ايه طبقات صوتي عامله زي طبقات اصوات الحريم يعني. ففي مره من المناسبات كنا موجودين وانا عمال اقضيها بقى جوابات وحاجات كده زي ما كنت بعمل من شويه كده، ما قلتش حاجه فيها قرارات يعني. فاول ما نزلنا عشان يعلمني بقى يعني، شوف الناس اللي رحمه الله عليها، قال لي متطلع بقى على الرابع، مسك ايدي كده الاول كده قال لي اطلع على الرابع كده عبد الرحمن. قلت له اطلع الرابع ازاي يا مولانا يعني؟ قال لي ما تجرب كده. قلت له مش هينفع. قال لي طيب بشوف التالت كده. قلت له ولا التالت صعب يعني، ده ممكن التالت والعربيه. قال لي يعني ممكن في التاني ماشي انا عربيه كده. قال لي يعني ولا الاولاني كمان، انت لازم العربيه تبقى فيها في المور بنفس البسط في المور، لما الميه تروح في مجاريها والزيت تمشي في مجاريه، بعد كده تجيب لي بقى الاولاني والثالث والرابع والعاشر، مش احنا قاعدين فوق عند الراجل يا ابني دين النبي اقعد كده وانت مقضيها جوبات مش في حاجه اسمها. ابتديت اتعلم منه يعني حته اللي عارف القرار ده، ودي فعلا دي حقيقه يعني. يعني مثلا ايه، انا سامعك حاجه شوف من القرار اللي جوه عامل ازاي في خلال دقيقتين. اتفضل. سيدي يا رسول الله هو المعلم والدنيا تلامذته، هو المعلم، هو المعلم والدنيا تلامذته، منارة العلم في كل الميادين، دعا إلى الله، دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق وفي لين، دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رق
وفيليني وكان أرحم من أم على ولد وكان أرأف حال بالمساكين لم يرفع السيف جبارا ولا ملكا لكن ليدافع عن عرض وعن دين اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفضل الصلاة والسلام. اللعب بطبقات الصوت أعتقد من يومها بقيت تستخدم اللعب بقى بطبقات ما كنتش بقرب من القرارات دي خالص يعني. في أكتر من قرار وجواب احنا سمعناهم دلوقتي يعني فهو تنقل ما بين يعني القرار والجواب. وبعدين أي توشيح مثلا ايه للشيخ طه الفاشني او الشيخ ابراهيم الفران او الشيخ محمد عمران او الشيخ نصر الدين طبري اي حاجه اتقالت الوطن العربي كله حتى في جنوب شرق اسيا في نسيا كلهم بيقولوا جل من انشاك ميلاد طه ايها المختار تلاقي يبتدي من المقام وبرضه في القرار يعمل جوه كل اللي عايز يعمله ويرجع زي ما كان تاني يعني عارف مش مثلا مجرد انها دي بقى بس دي بقى بتعتبر حاجات ايه يعني الحان ما فيش ممكن بس يرتجل في الجمله اللحنيه اللي هو يقولها مثلا المنشد والبطانه بتاعته. هنا مساحه مولانا الابداع ازاي بقى؟ يعني هنا طبعا الناس الكبار دول صعبوا المهمه جدا على حضراتكم، يعني هم عملوا كل حاجه فنون الاداء الصوتي وفنون التنقل ما بين الالوان والجواب والقرار واسماء كبيره. احنا دلوقتي ازاي ممكن نجدد او ممكن التراث ده نقدمه بشكل مختلف؟ هو دلوقتي يعني مظهرت حديثا بعد كل ده بعد ما كان الاول الابتهال في المسجد طبعا انت عارف الابتهال الى الله ما يبقى في المسجد او في الامسيه الدينيه مثلا في امسيه دينيه او بقى ايه الغنى ابتدى يبقى خارج المسجد دلوقتي عن طريق بقى ايه الفرق الموسيقيه والالحان اللي هي الاغاني اللي ابتدى بيها بقى من زمان بقى من اول ما ابتدى الشيخ سيد النقشبندي بقى وعم الشيخ محمد الكحلاوي بقى والاغاني لاجل النبي وحب الرسول يابا والاغاني الدنيا دي كلها يعني فبقت الحان بتتغنى زي الواتس في حاجات مثلا ايه حتى بالنسبه للشباب بقت منتشره مثلا يسمعوا مثلا مسك وفاح القمر سيدنا النبي قمر الاغاني دي بقت شكل يعني اغنيه كامله وتمام تطلب يعني مثلا ممكن مثلا ابقى في مناسبه تطلب مني قمر دي خمس ست مرات يعني يحبوا يسمعوها يعني لحن خفيف وقريب من الناس يعني مع اختلاف بقى كمان الالات الحديثه بالنسبه اللي دخلت على يعني كان زمان كانت الدفوف بس يعني كان الغنى بالدفوف يعني وابتدت بالمنشد وبطاناته اللي هم الكورال اللي بيرد عليه يعني هنا هو وهنا هنا بيبدع بقى في الحر بتاعه يعني لو يعني مثلا في توشيح ايها المختار مثلا بيقول ايه نادت بك الرسل الكرام واقول الكرام بس لوحديه نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. أنا فكرتك هتطول فيها يا عم عبد الرحمن ودي اللي هنختم بيها. معقولة؟ اه فكرتك هتختم بيها. طب هنختم بايه دلوقتي؟ مع نقول مع الحجاب والقمر بقى. نسمع قمره؟ قمره؟ اوكي. وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبذور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبذور الله الله ولم يكن الورى لولا زهورا ولم يكن الورى لولا زهورا أنار الكون كل بنور طاغا يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي لو رحت الحرم وبلغت المرام وشهدت الحمام حول المقام ادخل بنظام وبلغ سلامي على النبي يا نور النبي يا نور النبي لو رحت هناك وبلغت منك ووضعت يداك على الشباك بلغ سلامي 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 بلغ سلامي على محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ المبتهل الفنان عم عبد الرحمن بلالة احنا بنسعد بوجودك معانا, شكرا لوجودك معانا النهاردة. كل سنة طيبين وحضرتك طيب, نورتنا وامتعتنا, ربنا يزيدك كده ويفتح عليك دايما يا رب. ربنا يخليك.